على إطر خرجة ميدانية لوحدة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة مع أعوان مديرية التجارة من أجل المراقبة المستمرة والسهر على تطبيق القرار الولائي للسيد والي ولاية المسيلة، خاصة في مجال الاحتكار والمضاربة في المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع. تم ضبط 3 شاحنات، واحدة بمقطورة كان مالكيها يتبادلون البضاعة على الطريق العمومي، وبعد تفتيشها تفتيشا دقيقا تم العثور على 19 طن 190 قنطار من مادة القمح اللين الفرينة موجهة للاستهلاك البشري. أصحابها لا يملكون فاتورات الشراء. على الفور تم حجز البضاعة وتم تسليمها لمديرية التجارة مع أعداد ملف قضائي وإرساله إلى السلطات القضائية المختصة. فيما يخص مادة الفرينة المحجوزة من طرف مصالح الدرك الوطني ومصالح مديرية التجارة ولتعزيز حماية المستهلك وقمع الغش، قمنا بعملية اقتطاع عينات من مادة الفرينة لقصد إجراء تحاليل فيزيوكيميائية والميكروبيولوجية لإثبات جودتها وأنها صالحة للاستهلاك البشري. وعليه تم الاقتطاع العينات وإرسالها إلى المخبر الجهوي لمراقبة نوعية هذه المادة، ثم القيام بالإجراءات القانونية المتخذة في هذا الشأن فيما يخص تحرير المحاضر فيما يخص المخالف.